ولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في يوم الاثنين، وبالطبع المسألة خلافية في اليوم والتاريخ. في ربيع الأول أغلب الآراء يوم الثاني عشر. تقول السيدة آمنة حين حملت بالنبي عليه الصلاة والسلام: والله ما رأيت من حمل قط كان أخف ولا أيسر منه بلا مشقة. رأت أم عثمان بن العاص وأم عثمان بن عوف اللتان باتتا عندها ليلة الولادة نورا حين الولادة. لما ولد الرسول كان واضعا يديه بالأرض ورأسه إلى السماء، وكان عليه أفضل الصلاة والسلام مختونا لا يحتاج إلى ختان، ومسرورا أي مقطوع الحبل السري. تقول الروايات إن عبد الله بن عبد المطلب والد الرسول كان قد خرج إلى الشام وإلى غزة في قافلة من قوافل قريش للتجارة، ففرغوا من تجارتهم ثم انصرفوا، فمروا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض. مكث عند أخواله من بني عدي بن النجار فأقام عندهم مريضا شهرا، ومضى أصحابه فقدموا مكة، فسألهم عبد المطلب عن ابنه عبد الله فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مريض. فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارث فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة، لذلك ولد الرسول يتيم الأب. لما ذهبت البشارة إلى عبد المطلب جد رسول الله بمولد الحفيد الغالي فرح فرحا شديدا، وأخذ الرسول إلى داخل الكعبة وقال: والله لإن لابني هذا لشأن. وسماه جده عبد المطلب، وكأن الله أنطقه بهذا الاسم. لم يكن الاسم شائعا عند العرب، فقال عند سؤاله عن سبب اختيار الاسم: سميته ليحمده أهل الأرض فيصبح محمودا فيها، ويحمده أهل السماء ويكون محمودا فيها. حرصت أمه آمنة على أن ينشأ في بيئة صحية، فأرسلته إلى البادية مع حليمة السعدية كعادة قريش، حيث يكتسب فصاحة اللسان والقول من شعراء البادية ويكون قوي البنية. كان من المقدر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قائد عملية التغيير الكبرى. تعاون مع قريش في حلف الفضول الذي كان بعد 4 أشهر من حرب الفجار، وحضره 5 قبائل من كبار قريش، حيث تعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوماً إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد مظلمته، واشترك في بناء الكعبة عندما تصدعت. وكان من الحكمة أن يكلف بوضع الحجر الأسود في مكانه المناسب. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 عاماً، قال له أبو طالب: يا ابن أخي، خديجة بنت خويلد تبعث رجالاً من قومك في قافلة لها، فيتاجرون لها في مالها ويصيبون منافع، فلو ذهبت إليها لتقود تجارتها لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من أمانتك وطهارتك. وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال كثير وتجارة، وتبعث بها إلى الشام، فبعثت إلى الرسول السيدة خديجة لتتفق معه على تولي تجارتها، فقالت: إنه دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك، وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلاً من قومك. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي أبا طالب فذكر له ذلك، فقال: إن هذا لرزق ساقه الله إليك. فخرج الرسول بتجارة السيدة خديجة مع غلامها ميسرة حتى قدم الشام، فنزلا في سوق بصرة في ظل شجرة قريباً من صومعة راهب، فطلع الراهب إلى ميسرة وكان يعرفه، فقال: يا ميسرة، من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال ميسرة: رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي. ثم قال له: في عينيه حمرة؟ قال ميسرة: نعم، لا تفارقه. قال الراهب: هو آخر الأنبياء، ويا ليت أني أدركه حين يؤمر بالخروج. وكان ميسرة يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر يرى غمام أو ملكين يظلانه من الشمس وهو على بعيره. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بالعير إلى مكة بعد إنهاء المهمة، تقابل مع السيدة خديجة فخبرها بما ربحوا، فأصابها السرور. فلما دخل عليها ميسرة أخبرها بما رأت عند دخول الرسول مكة وهو راكب على بعيره وملكان يظلان عليه، فقال لها ميسرة: قد رأيت هذا منذ خرجنا من الشام. وأخبرها بقول الراهب وقول الرجل الآخر. وكان يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة، تزوج من السيدة خديجة بنت خويلد، وكانت يومئذ بنت 40 سنة،
ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعبد الأصنام أو يشرب الخمر أو يرتكب أفعال الجاهلية، فقد حفظه الله منذ صغره من كل سوء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عن أهل مكة لأنهم يعبدون الأصنام، ويذهب إلى غار حراء في جبل قريب. كان يأخذ معه طعامه وشرابه ويبقى في الغار أياماً طويلة يتفكر في من خلق هذا الكون. كان يتعبد في غار حراء، ومرت أشهر من الخلوة حتى جاءه الوحي الأول، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقتها 40 عاماً. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفكر في خلق السماوات والأرض في الغار. أنزل الله تعالى عليه جبريل وقال الملك للرسول: اقرأ. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. وكررها عليه جبريل 3 مرات، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل مرة: ما أنا بقارئ. وفي المرة الأخيرة قال الملك جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. رجف قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهرع إلى خديجة قائلا: لقد خشيت على نفسي. لكنها طمأنته قائلة: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا. وهكذا بدأت رحلة النبوة، وكانت بداية تغيير تاريخي لم تشهد البشرية مثله من قبل. فكان أول من آمن بالرسول من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي. وبالطبع أول من آمن بالرسول السيدة خديجة. وتوالت الآيات والوحي، وجاءت رسالة الله بالأمر بالتبليغ والدعوة. وكانت أبرز الأحداث منذ بداية رحلة النبوة حادثة الإسراء والمعراج التي كانت بعد وفاة السيدة خديجة وأبو طالب عم الرسول، وقد اختلف العلماء على موعدها، فمنهم من قال إنها كانت قبل الهجرة بعام، وهذا الرأي الغالب، والرأي الآخر أنها كانت قبل الهجرة ب5 سنوات. كانت هذه الرحلة العظيمة الإسراء والمعراج لعدة أسباب، منها تعويضاً للنبي صلى الله عليه وسلم عما لاقاه من أهل الطائف وتكذيبهم له، إعلاماً للنبي صلى الله عليه وسلم بآيات الله تعالى العظيمة، إعلاءً لشأن النبي صلى الله عليه وسلم وإكراماً له، تعريفاً له بمنزلته وقدره عند الله عز وجل، إذ بدأ بعدها مرحلة جديدة من دعوته، القدرة على مواجهة مصاعب الدعوة التي تعترضه. ومن المشاهد التي رآها الأنبياء والمرسلون وبعض مشاهد الجنة والنار، وكانت 5 صلوات المفروضة من الله عز وجل هي الهدية من هذه الرحلة العظيمة.